عليكم ورحمة الله وبركاته، شباب أولى ثانوي ولغات. النهاردة إن شاء الله هنشوف مع بعض حل أسئلة ليسون 2 اللي هو الليبيدز. يلا نبدأ. بسم الله. أول سؤال عندي هنا بيقول لي the number of elements that exist in complex lipids increases by a from the number of elements that exist in simple lipid. طبعا أنا عندي الكومبلكس ليبيد زي الفوسفوليبيد بيتكون من الكربون والهيدروجين والأكسجين والنيتروجين والفوسفورس، تمام؟ كم element؟ 5. اما السمبل ليبيد بتتكون من الكربون والهيدروجين والاكسجين اونلي، يبقى كده الكومبلكس ليبيد زائد عن السمبل ليبيد كام عنصر؟ 2، اللي هو النيتروجين والفوسفورس، يبقى اقول له 2 element. تمام كده. طيب نيجي للبوينت اللي بعد كده، نمبر 2. which of the following doesn't او don't dissolve in بنزين؟ طبعا اللي بيدوب في البنزين ده الليبيدز، يبقى انت كانه بيقول لك انا عايز حاجه مش تبع الليبيدز. طبعا الواكسز والكوليسترول والاستيرويد كل ده ليبيد ما عدا السليولوز، ده كومبلكس شوجر، قلنا انتر ان ذا ستراكشر اوف بلانت سيلول. تمام. طيب نيجي هنا للنمبر 3، بيقول لي on which of the following is the classification of simple lipid based، بيعتمد على ايه تصنيف السمبل ليبيد؟ هل التايب اوف الكحول اونلي، نوع الكحول بس، ولا التايب اوف فاتي اسيد اونلي، ولا التايب اوف فاتي اسيد اند الكحول؟ اقول له التايب اوف فاتي اسيد اند الكحول. ليه؟ لان احنا في السمبل ليبيد دول عباره عن اويل وفاتس وواكسز، تمام؟ فعلى حسب التايب اوف فاتي اسيد، هل هو ساتوريتد ولا نون ساتوريتد او ان ساتوريتد، وهل الالكحول ده جليسرول اللي بيحتوي على 3 او اتش، ولا مونو هيدريك الكحول اللي بيحتوي على او اتش. ويعتبر المعلومه دي صريحه لانه جايبها لي هنا اهو. بصوا معايا، قلنا ان التقسيمه دي بتعتمد على ايه؟ على الساتوريشن ديجري اوف فاتي اسيد، يعني هل هو ساتوريتد ولا نون ساتوريتد او ان ساتوريتد، ونوع الالكحول هل هو جليسرول اللي عنده 3 او اتش، ولا مونو هيدريك الكحول اللي عنده 1 او اتش. طب نيجي لنمبر 4، بيقول لي هنا which of the following statement express one of the fat characteristics، احد خصائص الفات، ان they contain lower amount of energy than that of can sugar. طبعا الكان شوجر ده السكروز وده تبع الكربوهيدرات، واحنا قلنا ان كميه الانرجي اللي بناخدها من الليبيدز اعلى بكتير من كميه الانرجي اللي بناخدها من الكربوهيدرات، فناخد اجابتنا they contain larger او greater amount of energy than that of can sugar، يعني بيحتوي على كميه انرجي اعلى من اللي بناخدها من الشوجر. طبعا ما ينفعش يقول انه contain an amount of energy equal، ما ينفعش equal، انا قلت greater than that of can sugar، كان شوجر اللي هو السكروز طبعا. they consist of fatty acid with glycerol and phosphate group، هقول له لا، هي الفاتي اسيد بتتكون من 3 ساتوريتد فاتو اسيد مع الجليسترول بدون فوسفيت جروب، الفوسفيت جروب دي مش من تكوين الفاتس. تمام كده، يبقى الغلطه هنا. طيب نيجي لنمبر 5، شوف كده مع بعض، بيقول لي هنا في نمبر 5 ايه؟ which of the following enter in the structure of sunflower oil، زيت عباد الشمس. ممكن يقول لك اوليف اويل، اي اويل، المهم ان هو اويل. and is the reason for the presence in a liquid state at room temperature. طب انا بسال نفسي، هو الاويل ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من اتحاد 3 unsaturated fatty acid with glycerol. طيب هل الجليسرول؟ اقول له لا، طب ما الجليسرول موجود في الفات. طيب certain type of fatty acid، اقول له اه، لان نوع الفاتي اسيد اللي موجود في الاويل unsaturated. تمام كده. طب water molecule، لا، carbon hydrogen and oxygen element، طب دول موجودين في كل simple lipid، الاويل والفات والواكسس، تمام، وكمان موجودين في الكربوهيدرات، فما ينفعش الثلاث عناصر دول. طب نمبر 6 هنا بيقول لي if you have sample of lipid containing nearly حوالي 70% saturated fatty acid. طب انت عارف الساتوريتد فاتي اسيد دي بتبقى موجوده فين؟ موجوده عندي في الفات والواكسز اللي بتبقى الفيزيكال ستيت بتاعتهم سوليد، خلي بالنا من المعلومه دي. فبيقول لي موجودة هنا 70% saturated fatty acid of its chemical A composition في التركيب الكيميائي. It is expected that this sample، من المتوقع ان السامبل دي تكون في السوليد ولا الجازيس ولا الليكويد ستيت، ولا converted into another state، ممكن تتحول لحالة تانية. اقول له لا، طالما saturated يبقى solid. saturated وانا علمتها لكم في فيديو الشرح، تقدروا ترجعوا لفيديو الشرح، طبعا قلنا فيديوهات الشرح موجودة باشتراك بسيط على القناة، تمام، وفي رقم للتواصل على الواتس سايبه لكم في الكومنت او في الديسكريبشن بتاع درس الكربوهيدرات. طيب يبقى احنا هنا ساتوريتد فاتي اسيد بتخلي الحاله سوليد، واقول له انا هنا ان سوليد ستيت. طب نيجي لنمبر 7، بيقول لي هنا what are the component of the substance that cover the upper surface of the epidermis
of Opuntia plant stem، يعني مين هنا اللي موجود او بيغطي على السطح الخارجي للبشرة بتاعة نبات التين الشوكي. Opuntia plant اهو ده نبات التين الايه الشوكي، طبعا انت عارف ان ده ديزرت بلانت نبات صحراوي. تمام كده شباب، بما ان ده ديزرت بلانت نبات صحراوي يبقى مغطى بايه، مين اللي هيعمل له كفر؟ اقول له الواكس، الشموع. تمام كده. طيب هل الشموع دي بتتكون من ساتوريتد فاتي اسيد وجليسرول؟ اقول له لا دي الفاتس. ان ساتوريتد فاتي اسيد وجليسرول؟ اقول له لا ده الاويل. هاي مولوكولار ويت فاتي اسيد اند مونو هيدريك الكحول؟ اقول له ايوه الواكسس بتتكون من هاي مولوكولار ويت فاتي اسيد مع مونو هيدريك الكحول. اما هاي مولوكولار ويت فاتي اسيد مع الجليسرول؟ لا مفيش مع الجليسرول هاي مولوكولار ويت، الهاي مولوكولار ويت مع المونو هيدريك الكحول. طب نكمل عندنا هنا في نمبر 8 بيقول لي ايه؟ بيقول لي هاو ميني فاتي اسيد از او ار ريكوايرد تو فورم 3 اويل مولوكيول. طب ما انت عندك الاويل الواحد فيه 3 فاتي اسيد، بيبقوا 3 انساتوريتد فاتي اسيد اهو. بص معايا كده، احنا خدنا المولوكيولار ستراكشر بتاع موست ليبيد، ان انا عندي هنا 3 فاتي اسيد مع الجليسرول، فهنا هيبقى 3 انساتوريتد فاتي اسيد مع الجليسرول. طب اذا كان هما 3 اويل مولوكيول اقول له 3 وكل واحد فيه 3 فاتي اسيد يبقى 3 باي 3 ايكوال 9. طب هنا what is the ratio between the number of fatty acids that enter in the formation of 2 molecule of oil؟ طب ما احنا قايلين الفاتي اسيد في الاويل 3، طب 2 molecule of oil يبقى 2 molecule of oil فيهم 6 فاتي اسيد. تمام، النسبه ما بين 6 فاتي اسيد دول تمام للاويل وكمان لعدد الفاتي اسيد اللي بيدخل في 3 molecule of phospholipid. ايوه الفوسفوليبيد بيحتوي على 2 من الفاتي اسيد، نشوف الشكل بتاعه اهو. الفوسفوليبيد بيحتوي على 2 فاتي اسيد، ادي الفوسفوليبيد فيه 2 فاتي اسيد بس. تمام، فلما يكون عندي 3 مولوكيول من الفوسفوليبيد يعني 3 باي 2 فهي كمان هتبقى ايكوال 6، 6 تو 6 هتبقى 1 تو 1 في النهايه. تمام، طيب نمبر 10 بيقول لي هنا which of the following هنا السؤال بيقول لي which of the following lipids don't contain glycerol، مين هنا ما بيحتويش على الجليسرول؟ الاويل ولا الفوسفوليبيد ولا الواكسز ولا الفات؟ اقول له طبعا الواكسز. ليه؟ لان الاويل بيتكون من اتحاد 3 انساتوريتد فاتي اسيد وذ جليسرول، والفوسفوليبيد بيتكون من 2 فاتي اسيد مع الجليسرول مع الفوسفيت جروب والكولاين، والفاتس بتتكون من اتحاد 3 انساتوريتد فاتي اسيد مع الجليسرول. اما الواكسز بتتكون من اتحاد ايه؟ هاي مولوكولار ويت فاتي اسيد مع المونو هيدريك الكحول، عشان كده اخترناها ان ما فيهاش جليسرول. طب نيجي ال 11، بيقول لي في 11 what is the number of fatty acids that are found in 10 molecules of phospholipid، اللي موجوده في 10 جزيئات من الفوسفوليبيد. فانا بقول له اذا كان الفوسفوليبيد الواحد انا لسه شايفه اهو، الفوسفوليبيد الواحد بيحتوي على 2 فاتي اسيد، وانت بتقول لي 10 مولوكيول من الفوسفوليبيد، اقول له 10 باي 2 يبقى ايكوال 20 فاتي اسيد. طب نيجي لنمبر 12، بيقول لي هنا which of the following isn't considered from characteristic of steroid. طبعا الستيرويدز دي عبارة عن هرمونز، والهرمونز دي بيبقى ايه؟ بيبقى ليها زي ليبيد نيتشر طبيعة دهنية. فبيقول لي مين مش من خصائص الستيرويد؟ they are from organic macromolecules، لا هي من الorganic macromolecules. الكربون والهيدروجين والاكسجين element enter in their structure، برضو الكربون والهيدروجين والاكسجين بيدخل في تركيب الستيرويد. طب زيار انسولبل ان ووتر، عشان هما ليبيدز فهما انسولبل ان ووتر ما بتدوبش في الميه. طب زي هاف لو مولوكولار ويت، الوزن الجزيئي بتاعهم منخفض، اقول له لا. ليه؟ لان الاستيرويد تبع ديريفاتيف ليبيد، والديريفاتيف ليبيد بتيجي من الهيدروليسيس التحلل المائي اوف بوث سمبل اند كومبلكس ليبيد. تمام، فما ينفعش اقول له لو مولوكولار ويت، اقول له لا ده هي هاي مولوكولار ويت، فعشان كده الانسر نمبر دي. طب نيجي لنمبر 13، بيقول لي هنا which of the following are from the digestion product، سوري 13 which of the following enter in the structure of all lipid، مين اللي بيدخل في تكوين كل الليبيد؟ هل الجليسرول؟ اقول له لا. طب ما انا عندنا الواكسز مثلا ما فيهوش جليسرول. طب الفاتي اسيد؟ اقول له كل الليبيد بتحتوي على فاتي اسيد مع الكحول. كولاين جروب او فوسفيت جروب؟ اقول له الاثنين دول موجودين عندي في الفوسفوليبيد. تمام، طيب نيجي لنمبر 14، شوف كده مع بعض 14، بيقولي which of the following are from the digestion product of peanut. طبعا البينات ده اللي هو الايه الفول السوداني،
البينات ده من نواتج الهضم بتاعته جلوكوز ووتر ولا فاتي اسيد وجليسرول؟ اقول له لا، فاتي اسيد وجليسرول. ليه؟ احنا قلنا لو جبنا البينات، واحنا في الشرح قلنا لو جبنا كده البينات اللي هو السوداني، زي في سؤال اهو، ادي البينات لو انت قشرته وحطيته على ورقه بيضه بيعمل تحت كده بقعه من الزيت، تمام؟ فاحنا هنا بنقول ان هو بيحتوي على اويل، والاويل ده بيبقى بيتكون من فاتي اسيد وجليسرول، تمام كده؟ طيب نيجي لنمبر 15، بيقول لي which of the following characterizes oil from fat؟ ايه اللي بيميز الزيت عن الدهن؟ اقول له هنا the presence of carbon and hydrogen، لا موجود في الاثنين. it is common in animals than in plant، اقول له لا، ده الفات هي اللي common في الانيمال عن البلانت، الدهون موجودة في الحيوان اكتر من النبات. امال الاويل؟ الاويل بالعكس، it is common in plant than animal، الزيت موجود في النباتات اكتر من الانيمال. answer number C. طب ليه بقى؟ اقول له لان انا لما تبص للبلانت عندنا مين؟ عندنا زيت الذرة، زيت الزيتون، زيت الجرجير، زيت السمسم، زيت عباد الشمس، كتير قوي، زيت بذرة الكتان، كل حاجة، زيوت كتير جدا لا حصر لها كلها من النبات، تمام كده؟ فهنا بقول ان الزيوت بتبقى كومن شائعة في البلانت عن الانيمال. هل ذا تايب اوف الكحول ذات انتر ان اتس ستراكشر؟ لا، لان الاويل والفات هما الاثنين نوع الكحول اللي فيهم جليسترول، فده كده مش فرق ما بينهم، تمام كده؟ طيب نمبر 16 هنا بيقول لي which of the following characterizes fats from oil؟ ايه اللي بيميز الفاتس عن الاويل؟ هل الطيب اوف فاتي اسيد ذات انتر ان زير ستراكشر؟ اقول له هنا الفاتس نوع الفاتي اسيد اللي فيها بيبقى ايه؟ بيبقى ساتوريتد فاتي اسيد، اما الاويل بتبقى ان ساتوريتد فاتي اسيد. فلو ما اقول لك ايه اللي يميز الفات عن الاويل، اقول له نوع الفاتي اسيد اللي بيدخل في تركيبها، لان الفاتس بيبقى فيها ساتوريتد فاتي اسيد وده مش موجود في الاويل، الاويل بتبقى ان ساتوريتد، تمام؟ طيب طب ذا سولوبيليتي ان ووتر، اقول له لا، الاثنين ما بيدوبوش في الميه. طب ذا بريزنس اوف تراي هيدريك الكحول اللي هو الجليسرول، اقول له الجليسرول موجود في الاثنين. طب ذا بريزنس اوف مونو هيدريك الكحول، الاثنين ما عندهمش مونو هيدريك الكحول، ده بيبقى موجود في الواكس، تمام؟ طب نكمل. عندنا هنا السؤال اللي جاي ده بيقول لي ذا اوبزيت جراف شو كومباوند اكس واي زد اند ال، بيقول لي هنا ذات بيلونج تو ذا سيم تايب اوف بيولوجيكال ماكرو مولوكيولز اند ار سولوبل ان كربون تترا كلورايد. طالما قال لي بيدوبوا في الكربون تترا كلورايد، يبقى الاكس والواي والزد والال كلهم ليبيدز عشان بيدوبوا في الكربون تترا كلورايد. فبيقول لي استدي ات ذن انسر، تعالى ما ندرس. هنا بيقول لي ايه النمبر اوف فاتي اسيد، في 1 فاتي اسيد في مين؟ اقول له في الواكسز. ليه؟ لان الواكسز دي 1 هاي مولكولار ويت فاتي اسيد مع مين؟ مع مونو هيدريك الكحول. واحد يقول لي ما جابش في الشرح 1، ارجع لفيديو الشرح بتاعي هقول لك ان هو قال لك مع مونو هيدريك الكحول، يعني الكحول عنده او اتش واحده بس، فبالتالي بما انه عنده او اتش واحده بس فهيتحد مع 1 فاتي اسيد، بدليل ان احنا لما خدنا الجليسرول اهو قلنا ان الجليسرول بيتحد مع 3 فاتي اسيد عشان عنده 3 او اتش جروب اهو. بصوا كده معايا، لما خدنا الجليسرول عشان اساسا كان عنده 3 او اتش جروب فاتحد مع 3 فاتي اسيد، اما المونو هيدريك الكحول عنده 1 او اتش جروب فبالتالي بيتحد مع 1 فاتي اسيد، يبقى ال1 فاتي اسيد ده مين؟ الواكسز. طب مين ال2 فاتي اسيد؟ اقول له ده الفوسفوليبيد، الفوسفوليبيد، تمام كده؟ يبقى عرفت الاول ده واكسز والتاني ده فوسفوليبيد، فاضل زد وال، يبقى واحد منهم اويل والتاني واكسز، تمام؟ على اساس ان هما الاثنين عندهم 3 فاتي اسيد. هيقول لي which compound covers the surface of cactus؟ طبعا الكاكتس ده نبات الصبار وده ديزرت بلانت، نبات صحراوي هيغطى سطحه بالواكسز اللي هي اكس. طب لما يجي للبوينت الثانيه يقول لي which compound contain phosphorus element؟ اقول له الفوسفوليبيد، الفوسفوليبيد اللي هي مين؟ واي، فين واي اهي. طب لما يجي بقى للسؤال اللي بعده بيقول لي هنا ايه؟ which of the following considered a similarity between two compound المركبين اللي هم زد وال، مين التشابه ما بين زد وال؟ طبعا زد وال الباقيين، زد وال قلنا ده واحد منهم اويل والتاني فاتس، فهم شبه بعض في ايه؟ الاويل والفاتس. يبقى زد وال انت قصدك على الاويل والفاتس. هل في الفيزيكال ستيت؟ اقول له لا، الاويل بيبقى ليكويد والفات بتبقى سوليد. طب هل المولكولار ستراكشر؟ اقول له لا، لان الاويل بيتكون من 3 unsaturated fatty acid مع جليسترول، اما الفات بتتكون من 3 saturated fatty acid مع جليسترول. طيب تايب اوف فاتي اسيد لسه قايلين في الاويل unsaturated وفي الفات saturated. طب التايب اوف الكحول اقول له لان سواء الاويل او الفات بيحتوي على جليسترول فهم متفقين في نوع الكحول اللي هو مين؟ جليسترول، تمام.
بيقول لي what is the similarity between two compound Y و Z. Y و Z التشابه ما بينهم. طب ال Y و Z ده مين؟ فوسفوليبيد وحد تاني ممكن يكون اويل او فات. تمام. طب الفوسفوليبيد شبه الاويل او الفات في ايه؟ هل في المولكولار ستراكشر؟ اقول له لا، لان الفوسفوليبيد ده كومبلكس ليبيد عن الاويل او الفات، بيبقوا سمبل ليبيد. سولوبيليتي ان بولار سولفنت، كلهم ما بيدوبوش في البولار سولفنت زي الووتر، ولكنهم بيدوبوا في النون بولار سولفنت. تايب اوف الكحول، اقول له اه، لان سواء الفوسفوليبيد او الاويل او الفات كلهم بيتشابهوا في نوع الكحول اللي هو مين؟ جليسترول، موجود فيهم هما الثلاثه. طب the presence of choline، اقول له لا، الكولاين ده مخصص بالواي اللي هو الفوسفوليبيد بس. تمام كده. طيب نيجي للكويستشن نمبر 18، بيقول لي which of the following could its chemical formula be C27H45OH. طبعا بما ان في OH يبقى ده بيحتوي على الكحول، والالكحول ده موجود فين؟ في الليبيدز، يعني الجلايكوجين، الاجابه اللي فيها جلايكوجين واللي فيها ستارش مرفوضه بالنسبه لي، لان الجلايكوجين والستارش كربوهيدرات. طب اللي بيحتوي على الكحول ده يكون فوسفوليبيد ولا كوليسترول؟ اقول له لا، كوليسترول. طب ايه اللي عرفنا؟ واحد يقول ما جابليش تركيب الكوليسترول، يعني يمكن جاب لي تركيب الفوسفوليبيد، اقول لك جاب لك تركيب الفوسفوليبيد وقال لك انه بيتكون من عناصر الكربون والهيدروجين والاكسجين والنيتروجين والفوسفورس. هل في هنا نيتروجين او فوسفورس؟ لا، يبقى ده مش فوسفوليبيد، يبقى هو كوليسترول. يبقى اول حاجه استبعدنا الجلايكوجين والستارش على اساس ان ده فيه او اتش يعني الكحول، فبالتالي الاثنين دول كربوهيدرات. فاضل معايا الفوسفوليبيد والكوليسترول، لقيت ان الفوسفوليبيد فيه نيتروجين وفوسفورس، هنا الصيغه ما فيهاش نيتروجين وفوسفورس، فبالتالي ده كوليسترول. طب سؤال نمبر 19، قولي which of the following is or aren't resulted from hydrolysis of simple and complex lipid. اقول له والله اللي بيطلع منهم هو derivative lipid. طب يعني ايه not؟ يعني مش من derivative lipid. not دي يعني مش derivative lipid. اقول له طيب الكوليسترول والتستوستيرون والاستروجين دول derivative lipid، مين مش derivative lipid؟ الفوسفوليبيد، لان ده complex lipid، فالانسر هتبقى نمبر دي. نيجي لquestion 20، شوف كده مع بعض، بيقول لي ايه؟ بيقول لي the opposite graph، الشكل اللي قدامي ده اهو، الاستريت بيوضح لي the number of hydroxyl group in the alcohol. طبعا انت عارف الجليسترول عنده 3OH، يبقى دول كده X و Y بيحتوي على جليسترول، اما Z عنده monohydric alcohol، يعني Z ده كده انا عرفتها ان هي الواكس. تمام؟ طيب فبيقول لي هنا that enter in the structure of organic compound X, Y and Z if you know that Y and Z، لو عارف ان ال Y وال Z have the same physical state. طب ما انت عارف ان الواكس ده solid، يبقى ال Y زيها، مش هو بيقول لي Y and Z، Y and Z ليهم نفس ال physical state، يبقى Y ده الفاتس. ليه؟ لانه بيتفق مع ال Z في ال physical state ان هما الاتنين solids. تمام كده. ولكن الاكس ديفر فروم زم، الاكس بيختلف عنهم، ويتش اوف ذا فيرول، يبقى الاكس ده الاويل عشان عنده 3 من الهيدروكسيل جروب، يعني في جليسرول، يبقى ده الاويل. تمام كده. طيب فلما يقول لي مين اكس وواي وزد، انا قلت اكس اويل وواي فات، وبعد كده زد واكسز، اويل فات واكسز موجوده عندي في الانسر نمبر اي. تمام كده. نكمل عندي هنا 21، بيقول لي which of the following is from structural lipid. واحد يقول انا ما خدتش كلمه structural lipid، انا خدت structural carbohydrate. structural carbohydrate خدنا فيها السليولوز اللي هو enter in the structure of cell wall of plant cell. تمام كده. طيب تعالى نحل السؤال، فوسفوليبيد، اقول له اه ده structural lipid. ليه؟ ما انت خدت ان الفوسفوليبيد ده بيدخل في الاستراكشر بتاع البلازما ميمبرين او السيل ميمبرين. بص كده اهو الفوسفوليبيد، الفوسفوليبيد اللي هو ده الفوسفوليبيد موجود فين؟ بيقول لي زي ار بريزنت، الكومبلكس ليبيد زي الفوسفوليبيد موجود في السيل ميمبرين اللي هو البلازما ميمبرين بتاع الانيمال والبلانت سيل، يبقى ده ستراكشرال ليبيد حتى لو هو ما قالش. اما الاستيرويدز دي هرمون، والبارافين واكس ده واكس تبع السيمبل ليبيد. طيب بيقول لي هنا في 22، which of the following ليبيد ريبريزنت هرمون ذات هاف رول ان هيومن سيكشوال ماتيوريتي. طب ما انت عارف ان الاستيرويدز هي دي الهرمونز اللي منها الاستروجين والبروجستيرون والتستوستيرون اللي هي الميل والفيميل سكس هرمونز. تمام. فاللي ليها علاقه بالسيكشوال ماتيوريتي هتبقى الاستيرويد. طب نيجي للسؤال اللي بعده، بيقول لي هنا فروم ذا فولوينج فيجر، جايب لي البولار بير، وجايب لي اكواتيك بيرد طائر مائي، وجايب لي الايه البينات. فبيقول لي هنا which of the following represent lipids that present in each of 1 و 2 و 3. 1 عنده under skin fats.
طيب والاكواتيك بيرد عنده على الفيزر بتاعه اويل، وقلت لك لما بنسيب البينات سيد على ورقة كده فترة هيعمل بقعة اويل، يبقى فات اويلز اويلز اللي هي نمبر ايه. تمام. طيب عندي هنا 24 بيقول لي which of the following choice represent an organic molecule that is present abundantly، وموجود بوفرة في الاستراكشر بتاع البلانت والانيمال سيل ممبرين لسه شايفينها حالا. ده بيبقى فوسفو ليبيد، فوسفو ليبيد. طب الفوسفو ليبيد ده بيتكون من ايه يا شباب؟ قال الفوسفو ليبيد ده بيتكون من 2 فاتي اسيد، ده كده 2 فاتي اسيد، واللي تحت ده جليسرول، ودي وليكن فوسفيت جروب بي او 4 نيجاتيف 3، وليكن المثلث ده كولاي. تمام كده، يبقى ده هيبقى الايه. لو انا جيت طبقت الشكل ده اللي هو الانسر نمبر سي هلاقي اهو، بص معايا 2 فاتي اسيد اهو، ادي 2 فاتي اسيد، اللي في النص جليسرول، ادي اللي في النص جليسرول، بعده فوسفيت جروب وكولاين، فوسفيت جروب وكولاين. تمام. طب نمبر 25، what is the reason for the ability of the wax that covers the plant leaf to decrease the water loss، انه يقلل فقد المية، انه يقلل الفقد بتاع الووتر ده. فانا لما اقول له السبب لقدرة الواكس على ان هو يقلل فقد الووتر ده، هل عشان هو بيتكون من مونوهيدريك الكحول؟ واحد ممكن يقول لي اه انا ما خدتش مونوهيدريك الكحول دي غير في الواكس، اقول له لا مش هو السبب، مش كل مركب فيه مونوهيدريك الكحول يقدر ان هو يقلل فقد الماء من النبات. طب بيكوز ات از فروم اورجانيك كومباوند، طب ما انت عندك الكربوهيدرات والبروتين والنيوكليك اسيد كل ده والليبيد كلهم من الاورجانيك، اقول له لا مش سبب، عشان هو من البيولوجيكال ماكرو مولوكيولز، برضه الكربوهيدرات والليبيد والبروتين والنيوكليك اسيد كلهم بيولوجيكال ماكرو مولوكيول. بيكوز ات كونتين فاتي اسيد، اقول له اه لان في الواكس نوع الفاتي اسيد اللي موجود ده هاي مولوكولار ويت، وبما انه هو هاي مولوكولار ويت فاتي اسيد، مولوكولار ويت فاتي اسيد في دوت ايه ده فاتي اسيد، بما انه هاي مولوكولار ويت فبيقدر يعمل طبقه سميكه كده على سطح الديزرت بلانت ليف اللي هي اوراق النباتات الصحراويه، ويقدر يمنع فاقد الماء. تمام كده. تعالى ال 26 بيقول لي if a person ate a meal containing bread butter grapes sugar cane juice what is the correct arrangement for the cell priority، اولويه الخليه in obtaining energy from this food. طب ما انت عارف ان الجراب شوجر ده بيحتوي على الجلوكوز وده اول حاجه تاخد منها انرجي، والشوجر كان جوز ده بيحتوي على السكروز وده دايساكرايد، يبقى انا اختار سكروز، يبقى انا بختار الاول الجلوكوز عشان مونوساكرايد، وبعده السكروز اللي هو الشوجر كان جوز لان هو دايساكرايد، وبعده البريد لان البريد ده عباره عن ستارش والستارش ده نشويات يعني كومبلكس شوجر، واخر حاجه البتر لان البتر دي تبع الليبيد. تمام. يبقى اقول له 1 جلوكوز، 2 سكروز، 3 ستارش، 4 البتر. يبقى انا ادور بقى فين بقى الجرابس شوجر كان بريد بتر، موجود عندي في الانسر نمبر بي، لان الجسم ما بيبداش ياخد الانرجي من الليبيد اللي زي البتر الا ان ابسنس اوف كربوهيدراتس. نكمل. يقول لي هنا 3 كومبلكس كومباوند، بيقول لي هنا ثلاث مركبات معقده اكس واي وزد، بيقول لي الكومباوند اكس بريزنت ان بلانت سيل وول، من غير ما اكمل طالما في البلانت سيل وول اقول له يبقى اكس ده هو السليولوز. طب لو كملنا عادي اند كونسيست اوف لارج نمبر اوف جلوكوز، فعلا السليولوز بيتكون من عدد كبير من الجلوكوز. طب الكومباوند واي موجود في السيل ممبرين وبيتكون من كربون وهيدروجين واكسجين وفوسفرس ونيتروجين، اقول له على طول يبقى واي ده هو الفوسفو ليبيد لان هو ده اللي بيدخل في تكوين البلازما ممبرين. تمام. طب كومباوند زد از بريزنت ان ماسلز وليفر اوف هيومن، يبقى ده جلايكوجين، من غير ما اكمل. طب لو كملت هلاقي برضو الكلام مظبوط، اللي بيتكون من لارج نمبر اوف جلوكوز مولوكيول. يبقى انا تعرفت عن التلاتة، انا قلت سليولوز وبعدين فوسفوليبيد وبعدين جلايكوجين، سليولوز فوسفوليبيد جلايكوجين، يبقى الانسر نمبر بي. طيب نيجي ل 28 بيقول لي هنا ايه بيقول لي which of the following represent the main units، منين بيمثل الوحدات الاساسية for post bonded energy substance in the body. بوست بوندد انرجي سبستانس اللي هي المواد المؤجله للطاقه او مصادر الطاقه المؤجله، يبقى هنا دي معناها بوست بوندد دي مؤجله، مصدر طاقه مؤجل. طيب هل الدايساكرايد؟ اقول له لا ده تبع الكربوهيدرات. البولوساكرايد اقول له تبع الكربوهيدرات، والاثنين ده فاست ريسورسز فور اوبتينج انرجي،
الامينو اسيد قلنا اخر حاجه ممكن ناخد منها، طبعا انت لسه ما خدتش درس البروتين بس هتعرف ان اخر حاجه ممكن جسمك يسحب منها انرجي هي البروتين. لكن المصدر المؤجل للطاقه ده هم بيطلق على مين؟ بيطلق على الفاتي اسيد، لان دي اللي بتكون الليبيدز، واحنا جسمنا ما بيبداش يسحب الانرجي من الفاتس الا ان ابسنس اوف كربوهيدرات. نيجي للسؤال اللي بعده 29، بيقول لي هنا a person want to get rid of his excess weight، شخص عايز يتخلص من الوزن الزائد by following باتباع a certain diet، نظام غذائي معين. What is the food stuff that you recommended him to eat less؟ مين اللي هتقول له كل من الحاجة دي بكمية قليلة؟ خلي بالك، تاكل من مين بكمية قليلة؟ الفود الريتش ان كربوهيدرات اونلي، ولا الفود ريتش ان بروتين اونلي، ولا فود ريتش ان كربوهيدرات اند فاتس، او نمبر سي؟ المفروض انصحه ان هو يقلل من تناول، اهو خلي بالك، من ايت ليس، ياكل حاجات قليله من مين؟ من الاطعمه الغنيه بالكربوهيدرات والفاتس. ليه؟ عشان هما الاثنين دول اللي بيزودوا الوزن. لكن ما ينفعش اقول له فود ريتش ان بروتين وبور في الايه، وبور في الفاتس، لازم يقلل من الحاجات الغنيه بالكربوهيدرات والفاتس عشان هي دي اللي بتزود وزنه. طيب نيجي لسؤال نمبر 30، بيقول لي هنا The opposite tube represent positive result for reaction of equal amount of three different compound with the indicator الانديكيتور الثلاث كواشف بندكت وسودان فور وايوداين. يبقى هنا ده بندكت اللي عمل لون اورنج، يبقى اللي في الانبوبة الاولى ده جلوكوز، تمام تمام، وسودان فور يبقى هنا ده حاجة من الليبيدز، تمام، وليكن فات، واخر انبوبة تحولت مع الايوداين سوليوشن للون الازرق، يبقى دي كان فيها ستارش، تمام كده. طيب لما يجي بقى يسألني ويقول لي which of this tube contain compounds that produce the highest amount of energy، اللي بيدي اعلى كمية energy هو مين؟ الليبيدز. اقول له يبقى الانبوبة نمبر 2، تمام كده. طيب نخلي بالنا في السؤال اللي جاي ده، بصوا معايا كده شباب اهو، بيقول لي you have three unknown substances، عندك ثلاث مواد مجهولة x و y و z and it is required to identify each of them، ومطلوب نتعرف عليهم by using indicator عن طريق الكواشف اللي هي 1 2 3 and the result were as shown in the following table، النتائج تم تسجيلها في الجدول ده. فبيقول لي هنا in the light of your study answer، طبعا جايب لك positive يعني دي positive result ونيجاتيف يعني negative result. انا بشوف كده، انا لقيت ان الانديكيتور 1 ادى positive result لون اورنج مع x، اقول له يبقى الانديكيتور 1 اللي بيدي نتيجه ايجابيه اورنج ده البندكت، ده مين؟ البندكت ريجنت، بندكت. ويبقى مين اللي بيدي مع بندكت لون اورنج؟ اقول له يبقى الاكس ده هو الجلوكوز، الاكس ده هو مين؟ الجلوكوز. طيب اجي بقى على الماده اللي هي نمبر 2، ادت بوزيتيف ريزلت مع مين؟ ادت بلو مع واي، يبقى بلو ده يبقى ده اكيد كان ايوداين، وادى اللون البلو دي بوزيتيف ريزلت مع واي اللي هي ستارش. اجي لنمبر 3، ادى بوزيتيف ريزلت ريد، يبقى اكيد ده كان سودان 4، وادى بوزيتيف ريزلت مع ليبيد اللي هو مين؟ اللي هو زد، بان هو يتحول للون الريد. طيب خلي بالك بقى، احنا قلنا الانديكيتور بندكت ايوداين سودان 4، وقلنا المواد جلوكوز ستارش ليبيد، عشان هيجي يسالني عليهم. شوف كده مع بعض، اول حاجه بيقول لي هنا which of the following represent x و y و z respectively، x و y و z احنا قلنا جلوكوز و ستارش و ليبيد، جلوكوز ستارش ليبيد فين؟ جلوكوز ستارش ليبيد نمبر دي، جلوكوز ستارش ليبيد. طب بيقول لي which of the following represent each of indicator 1 2 3، احنا قلنا الانديكيتور بندكت ايوداين سودان، فين بندكت ايوداين؟ بندكت ايوداين سودان 4 نمبر بي، تمام كده. طب السؤال الثالث بيقول لي هنا which of the following represent what happen on adding water to each of substance x y and z، طبعا احنا قلنا المواد هي جلوكوز ستارش ليبيد، تمام. فالجلوكوز بيعمل ايه مع الووتر؟ لما اضيف له الووتر هيدوب، فاختار كلمه ديسولف، فين كلمه ديسولف؟ ديسولف في نمبر بي ودي. طيب اما الستارش ده كومبلكس شوجر ما بيدوبش في الميه، والليبيد ما بيدوبش، يبقى بعد ديسولف هجيب دازنت ديسولف، دازنت ديسولف، هلاقيها في الانسر نمبر دي. طيب اخر سؤال في الاسئله دي هو 32، بيقول لي which of the following give positive result with sodan 4 reagent، الليبيدز، اقول له الليبيدز بتدي البوزيتيف ريزلت مع السودان 4. طب الليبيدز دي all substances that contain monosaccharide، اقول له لا ده كده كربوهيدراتس. all organic substances، لا ما ينفعش طبعا اقول له كل الاورجانيك اللي هم كربوهيدرات وكربوهيدرات وليبيد وبروتين وفات، كله كله هيدي بوزيتيف ريزلت مع سودان، هو الليبيد بس.
all substances that contain fatty acid. انا قلت لك ليبيد يبقى كل المواد اللي بتحتوي على فاتي اسيد يبقى الانسر نمبر سي. all substances that contain amino acid، لا اللي بيحتوي على امينو اسيد ده بروتين، والبروتين ده ما بيديش بوزيتيف ريزلت مع مين؟ مع سودان فور. تمام كده. طيب انتوا طبعا احنا متعودين ان احنا بنعمل فيديو خاص لاسئله الهاي ليفل اوف ثينكينج وتيست يور سيلف، بس بما ان الاسئله قليله فانا هاخدهم في نفس الفيديو. يلا نشوف كده مع بعض. اول سؤال بيقول لي ويتش اوف ذا فولوينج ستيتمنت ديسكرايب ليبيد بيتر، يعني بيوصف الليبيد بطريقه افضل. هل انه بيحتوي على الكربون والهيدروجين والاكسجين بريشيو 1 تو 2 تو 1؟ اقول له لا. ليه؟ لان ده المونو ساكرايد مش الليبيد، سكريات احاديه. طيب زي كونتين كربون وهيدروجين واكسجين ونيتروجين، لا هتيجي تاخدها بعد كده في الدرس اللي جاي اقول له ايه دوت ايه ده اختصار امينو اسيد اللي هي وحده بناء البروتين. طب زي كونتين كربون وهيدروجين واكسجين ونيتروجين وفوسفورس، اقول له لا ده الفوسفوليبيد مش كل الليبيد فوسفو، لان ممكن واحد يقول لي ما هو ليبيد اهو يا ماس، اقول له ماشي بس ده نوع فوسفو ليبيد ده مش كل الليبيدز. طب زي كونتين كربون وهيدروجين واكسجين ويز انديفينيت ريشيو، اقول له ايوه وده اللي هو وضحه لك في اول الدرس، قال لك ان الكربون والهيدروجين والاكسجين موجود بانديفينيت ايه ريشيو. طب يلا نكمل. بيقول لي هنا a living cell needs an amount of energy، خليه حيه بتحتاج كميه من الانرجي equal x. تمام. دي الاكس دي هي بتقدر تحصل عليها من اكسديشن اوف 5 جرام اوف جلوكوز، يبقى اكسده 5 جرام من الجلوكوز بيدي اكس. What is the amount of fatty acid؟ ايه كمية الأحماض الدهنية that the cell need to get the same amount of energy؟ إذا كان 5 جرام جلوكوز بيدونا X energy، فكام من الفاتي أسيد يدونا برضو نفس الكمية اللي هي X؟ طبعا انت عارف ان الفاتي أسيد بيدي كمية energy أعلى من اللي بيديها الكربوهيدرات اللي زي الجلوكوز، فإذا كان 5 جرام من الجلوكوز بيدو X energy يبقى أنا محتاج كمية أقل من 5 جرام في الفاتي أسيد، لأن الفاتي أسيد طاقته أعلى. فانا بقى هختار مين، هل 2 جرام ولا 5 جرام ولا 10 ولا 15؟ اقول له حاجه اقل من ال 5 اللي هي 2. يبقى اذا كان 5 جرام اهم 5 جرام جي دي يعني جرام من الجلوكوز بيدي اكس كميه انرجي، فانا محتاج بس 2 جرامز من الفاتس او من الليبيدز اهو، لان هو بيقول لي من الفاتي اسيد، اقول له من الفاتس مثلا عشان تدينا نفس الكميه اللي هي اكس. طب وده ليه؟ عشان الفاتس طاقته اعلى من الكربوهيدرات، فال2 جرام من الفاتس يدوا كميه طاقه قد اللي بيديها 5 جرام من الجلوكوز. تمام. طب نمبر 3 بيقول لي if you know that the complete oxidation of glucose molecule بريديوس 38 اي تي بي، اذا كان اكسده جزء واحد من الجلوكوز اكسده كامله بيطلع لي 38 اي تي بي. هاو ميني اي تي بي مولكيول ار ريزلتد فروم ذا كومبليت اوكسيديشن اوف ا فاتي اسيد؟ طب ما انت عارف ان الفاتي اسيد بيدي انرجي اعلى من الكربوهيدرات، اذا كان الجلوكوز مطلع 38 اي تي بي فاكسده الفاتي اسيد اكيد هتطلع اكتر من كده. فبيقول لي 28 ولا 30 ولا 38 ولا مور ذان 38؟ اقول له لا مور ذان 38. طيب السؤال اللي جاي ده بيقول لي ايه؟ ده السي كويستشن بيقول لي تو ديكريز ويت، عشان تقلل الوزن يعني بالنسبه للاوبستي تريتمنت اللي هو علاج السمنه، ات از ادفايز تو ريديوس ايتينج هاي فات دايت، تقلل من الوجبات اللي هي فيها دهون كتير. ان ذا لايت اوف يور ستادي اكسبلين ذس، اقول له لان الفاتس ده از فاتس ستورد اندر سكن، يعني بتخزن تحت الجلد. تمام. اللي هي بتعمل كانزيوليتنج، يعني بتبقى شغاله كده زي انزيوليتنج لاير، طبقه عازله انزيوليتنج ايه لاير، دي حاجه. تمام كده يا شباب، انزيوليتنج لاير. تمام. طيب وغير كده اقول له ان بادي الجسم بادي doesn't get energy، ما بيقدرش ياخد الانرجي from فاتس، ما بيقدرش ياخد الانرجي من الفاتس. طبعا عشان بس الكتابه في اخر الصفحه مش متحكمه فيها كويس يا شباب، فبيقول لي اقول له هنا كمان بالاضافه الى ان البادي doesn't get energy from fats الا in absence of carbohydrates، يبقى الجسم ما بيقدرش ياخد الانرجي من الفاتس الا في غياب الكربوهيدرات. يبقى سببين، لان الفات ده بيتخزن تحت الجلد فبيسبب الاوبستي اللي هي السمنه، فانا ممكن اقول له هنا causes obesity. تمام. يبقى fat stored under skin cause obesity، وده الفات ده بيشتغل كانزوليتنج لير، وان البادي doesn't get red get energy، ما بيقدرش ياخد الانرجي from fats
إلا بشرط أهو unless in absence, unless إلا في غياب ال absence of إيه carbohydrates. تمام كده. طيب فاضل معانا إيه عشان يبقى خلصنا الأسئلة بتاعة الفاتس كلها؟ يبقى فاضل معانا أسئلة test yourself، من رأيي ناخدها كمان لأن هي أكيد مش هتستاهل فيديو لوحدها، فإحنا هناخدها كمان. أدي أسئلة test yourself أهو يا شباب، يبقى خدنا كل أسئلة الدرس. يبقى أنا عندي هنا في test yourself بيقول لي إيه، waxes and fats are similar in the، هما الشموع والدهون شبه بعض في ايه؟ في النمبر اوف كربون واكسجين وهيدروجين اتوم ذات ار بريزنت ان ايتش اوف ذيم. اقول له لا طبعا الواكسس بيبقى اعلى لان نوع الفاتي اسيد اللي فيه بيبقى هاي مولكولار ويت فاتي اسيد. طب هل تايب اوف فاتي اسيد ان ايتش اوف ذيم؟ اقول له اه تايب اوف فاتي اسيد. واحد يقول لي ازاي؟ هو هنا نوع الفاتي اسيد اللي فيهم مش هو هنا الواكسس هاي مولكولار ويت فاتي اسيد ولكنه ساتوريتد زيه زي الفاتي اسيد اللي موجوده في الفاتس. فاقول له ايوه نمبر بي لان هما الاثنين ساتوريتد فاتي اسيد. واحد يقول لي ايه اللي عرفني ان هما ساتوريتد؟ ده هو ما قالش. اقول لك بص، انت لما خدت هنا الفاتس بتتكون من ساتوريتد فاتي اسيد كانت الفيزيكال ستيت سوليد، وهنا برضو الفيزيكال ستيت في الواكس السوليد، معنى كده الهاي مولكولار ويت فاتي اسيد دي نوعها ساتوريتد. نوعها ايه يا شباب؟ ساتوريتد. تمام. فعلشان كده بقوله بيتفقوا في نوع الفاتي اسيد ان هو ساتوريتد. طب بريزنس اوف 3 هيدروكسيل جروب ان زير ستراكشر، 3 او اتش ده هلاقاها في الفاتس بس لانه بيحتوي على جليسترول. طب بريزنس اوف سوري يا شباب بصور بقالي فتره. بريزنس اوف 1 هيدروكسيل جروب ان زير ستراكشر اللي هو وجود ال 1 او اتش جروب، اقول له لا ده 1 او اتش في المونوهيدريك الكحول بتاع مين؟ بتاع الواكسس بس. تمام. فالحاجه اللي بيتفقوا فيها نوع الفاتي اسيد في الاثنين ساتوريتد. نكمل. بيقول لي which of the following statement is applied to fats، مين بينطبق على الفات؟ ان they are formed of identical monomers، بتتكون من monomers شبه بعض. اقول له لا ده بتتكون من فاتي اسيد وجليسرول، saturated 3 saturated فاتي اسيد مع 1 جليسرول، يبقى ما ينفعش. طب they are soluble in kerosene، اقول له اه لان الكيروسين ده non polar solvent وكل الليبيد بتدوب في النون بولر ايه solvent. تمام. طب they are immiscible تو ان ووتر، بتمتزج في الماء. اقول له لا ما بتمتزجش، ما بتدوبش في الماء ولا تمتزج معاه. لو انا جيت احط مثلا حاجه دهون او زيت على الميه لا هتطلع على وش الميه. تمام. زي كونتين دبل بوند امونج كربون اتوم، اقول له لا احنا عندنا هنا في الفاتس بتبقى كل الروابط سنجل كوفالنت بوند. اهو بصوا معايا اهو فين الفاتس، اهو الفاتس بتحتوي على ساتوريتد فاتي اسيد، الساتوريتد فاتي اسيد كل البوندز الروابط اللي موجوده ما بين الكربون بتبقى سنجل كوفالنت بوند، سنجل كوفالنت بوند. اما لو كان بقى اويل كنا هنقول على الاويل انه ماشي بيحتوي على دبل كوفالنت بوند، لان في الاويل في سنجل وفي دبل كوفالنت بوند، سنجل ودبل كوفالنت بوند موجود في الانساتوريتد فاتي اسيد بتاع الاويل. تمام كده. طيب يبقى اخترنا هنا مين؟ الانسر نمبر بي. نكمل. عندنا هنا choose phospholipid share the molecules of fats in containing، هي الفوسفوليبيد بتشترك مع الفات في ايه؟ في الفوسفيت جروب اند كولاين، اقول له لا دول خاصين بالفوسفوليبيد بس. طب مولوكيول اوف جليسترول ان ساتوريتد فاتي اسيد، اقول له اه مولوكيول اوف جليسترول لان انا عندي الفوسفوليبيد هنا بتحتوي على جليسترول والفاتس بتحتوي على جليسترول، يبقى مولوكيول اوف جليسترول وساتوريتد فاتي اسيد. اه كان في معلومه قديمه يمكن هو ما ذكرهاش السنه دي، ان الاثنين فاتي اسيد، الاثنين فاتي اسيد بتوع الفوسفوليبيد واحد منهم ساتوريتد والتاني ان ساتوريتد، فعشان كده بيقولي مشتركين في مولوكيول اوف جليسترول وساتوريتد فاتي اسيد. اقول له طبعا لان الفاتس تحتوي على ساتوريتد فاتي اسيد بيبقوا 3 فاتي اسيد والثلاثه بيبقوا ساتوريتد. اما الفوسفوليبيد بتحتوي على اثنين فاتي اسيد واحد منهم ساتوريتد والتاني ان ساتوريتد، فالاشتراك ما بين الفوسفوليبيد والفاتس بيبقى في المولوكيول اوف جليسرول اند اساتوريتد فاتي ايه اسيد، يبقى الانسر نمبر بي. اما اي حاجه فيها فوسفيت جروب او كولاين هتبقى خاصه بمين؟ بالفوسفوليبيد بس.
نيجي للسؤال التاني، بيقول لي هنا arrange the following molecules according to the speed of obtaining energy from them. طبعا انا اول حاجة باخد منها الانرجي هو الجلوكوز، ده نمبر 1 علشان ده ايه؟ مونوساكرايد. تاني حاجة السكروز عشان ده دايساكرايد. تالت حاجة الجلايكوجين عشان ده كومبلكس شوجر. رابع حاجة بعد ما اخلص الكربوهيدرات اقدر اخد من الفاتس، لان ما بقدرش اخد من الفاتس غير in absence of carbohydrates. تمام كده؟ اخر test yourself معانا في الدرس ده، بيقول لي هنا in lab you have three unknown substances، كان عندك ثلاث مواد مجهولة. Where you were asked to find out some information about them، انطلب منك يعني ان انت توجد بعض المعلومات عنهم عن طريق الافيلابل انديكيتور، الكواشف المتاحة اللي هي ايودين سوليوشن وسودان 4 وبندكتر ايجن. And after finishing the experiment، بعد انهاء التجربة، the result appeared as shown in the following table. Study it and answer. طبعا negative يعني negative result، positive يعني positive result. انا بمشي الاول اقول له الايودين سوليوشن اداني positive result مع مين؟ اداني مع number 3. فانا بسال نفسي هو الايودين بيدي positive result مع مين؟ مع الستارش، يبقى number 3 دي عباره عن ستارش. طب امشي كده، هو سودان 4 اداني positive result مع مين؟ مع 1، يبقى 1 ده حاجه من الليبيد، فات اويل اي حاجه من الليبيد. طيب بندكتري ايجنت ادى بوزيتيف ريزلت مع 2، اقول له يبقى 2 ده هو الجلوكوز. تمام. فلما يسالني هنا ويقول لي which of the following represent substance 1 2 and 3، ايه اللي بيمثل لي المواد 1 2 3؟ فانا بقول له حاجه من الليبيد وبعد كده جلوكوز ستارش. فين في فات جلوكوز ستارش، يبقى مظبوط بالنسبه لي كده 1 2 3 فات جلوكوز ستارش. طيب نيجي بعد كده بيقول لي which of the following is or are considered simplest organic molecule، مين ابسط حاجه؟ عندي هنا الليبيد طبعا مش ابسط حاجه، الجلوكوز هو اللي ابسط حاجه عشان ده مونوساكرايد، اما الستارش ده كومبلكس شوجر، فالمونوساكرايد السكر الوحيد هيبقى ابسط حاجه اللي هو نمبر 2، فاختار 2 اونلي. تمام كده شباب، ده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهارده، لمينا اسئله الدرس كلها وكمان الهاي ليفل اوف ثينكينج، واخر حاجه ختمنا بتست يور سيلف. اتمنى تكونوا فهمتوا يا شباب. طبعا اللي عايز يتابع معايا الاسئله يقدر يدخل على درس الكربوهيدرات، في رقم هناك في الديسكريبشن للتواصل على الواتس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.